هو أول حاجة هما مش من المنطقة عندنا، وبعدين بيجوا يصلوا في الجامع اللي في الشارع بتاعنا. يمكن شغالين هناك أو ده طريقهم أو بيزوروا حد. لا يا فندم، هما ما عندهمش شغل ناحيتنا خالص. وبعدين أول مرة أشوفهم، ما شفتلهمش يعني لا أصحاب ولا قرايب قبل كده. أنت حاططهم في دماغك بقى. أعمل إيه بقى يا فندم؟ قاعد فاضي بقى فقلت أتسلى عليهم. هما في الأول ما كانوش في دماغي خالص، ولا كنت بفكر في الموضوع ده. بس حصلت بقى شوية حاجات مريبة، يعني مثلا إيه؟ يجوا الجامع، كل واحد يخش الجامع لوحده. وبعدين لما يقعدوا جوه الجامع، كل واحد يقعد بعيد عن التاني، يطلعوا بره الجامع يقولوا كلمتين ويخلعوا. غريبة فعلا. الأغرب من كده بقى، أنا كنت فاكرهم يعني ملتزمين بالصلاة، بس بقى مرة يجوا يصلوا الظهر، مرة يصلوا الفجر، ما يجوش خالص. بس لو جم بيجوا مع بعض يختفوا. عاوزك تقول إنهم يعني بيستخدموا الجامع ده علشان يتقابلوا؟ يعني ملهاش تفسير تاني. أنا في الأول يعني كنت فاكر إن هما مرمين عني. عليك أنت؟ يا فندم في إيه؟ وأنا كنت شغال في صدناوي ولا إيه؟ بس العيال دي غشيمة، أنا عارف إن هما مش من رجال سعادتك. كويس إنك عارف دي. المرة الوحيدة اللي ما وقفوش فيها على باب الجامع حصلت حاجة غريبة. واحد فيهم ساب حاجة للتاني في جزمة الجامع. فضلت بقى مستني إن هما يظهروا في الشارع تاني، اختفوا ما ظهروش. لحد لما في مرة شفتهم بيركبوا العربية، فجبت نمرة العربية. اتفضل يا فندم. احنا هنشوف موضوع العربية ده. ولو لقيت أي حاجة تانية لقيتك بكلمني. يا فندم طبعًا. ولو إن أظن يعني إن هما مش هيظهروا تاني. آخر مرة لما عيني جت في عينهم حسوا إن أنا مريض. دي غلطة ما يغلطهاش سيف العربي. معلش بقى يا فندم، القعدة على الخط وحشة.